رئيس أركان الجيش يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية في زيارة لقيادة عمليات غربي نينوى للإطلاع على الوضع الأمني واستطلاع الشريط الحدودي. قيادة القوات البرية تعقد مؤتمر المتابعة برئاسة نائب قائد القوات البرية وحضور مدير هيئة المتابعة ومدراء أقسام المتابعة لقيادات العمليات والفرق لمناقشة أبرز المعاضل وسبل تلافيها. قيادة القوات البرية مستمرة بتفقد الوحدات المحررة للتدريب ضمن الأسبقية الثالثة والرابعة للإطلاع على سير التدريب ومدى الاستفادة منه. وفق معلومات استخبارية، قطعات عمليات الجزيرة تتمكن من العثور على مخلفات لعصابات داعش الإرهابية غربي الأنبار حيث تم تدميرها بالكامل. فرقة المشاة السابعة تنفذ عملية بحث وتفتيش أسفلت عن العثور على كتسل العتاد ضمن قاطع المسؤولية حيث تم تفجيره موقعياً.